معانا طبق السلطة بالخضار. خلصنا يا شباب زي ما انتوا حابين. ممكن نعمله مع بعض سلطة البرجر بالخضار. حلو؟ بالفلفل. ده برجر. حلو؟ ومعانا تشكيلة من الكرنب الأخضر والأحمر الحلو ده كده. ومعانا زبادي ومعانا طحينة. ده لما يشارك مع البرجر بالتأكيد بيكون الطعم مختلف. المقادير على الشاشة. حابين نكملها يا شباب ولا وقتنا خلص؟ المصداقية والشفافية دول دورنا زي الفل. ولكن تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا، لأن السلطة دي أنا شخصيا بحبها بما فيها من قيمة غذائية عالية جدا ومكوناتها، وخاصة البنجر. بنجر موسوعة من المعادن، مضادات أكسدة، يقوي المناعة، يعالج الأنيميا بمكوناته. السكريات بتاعته سكريات آمنة، عشان كده عندنا مصانع السكر العالم كله يشهد لها وشطار في عمايله. تعالوا مع بعض نعملها بسرعة كده، واحنا شغالين احنا ورزقنا قدرنا نكمل مع بعض. اهلا وسهلا، ولكن تبقوا عارفين احنا ماشيين ازاي ودورنا ازاي. حلو. الطبق ده كده اللي هنغرف فيه السلطة. هناخد شوية كرنب من دول، الله الله عليك لما تشتغل ومزاجك رايق يا مغز. انا برسم الطبق، خلي بالك عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. خدت الكرنب الابيض ده كده، تمام كده الطبق جاهز. نرجع بقى للايه، للبنجر بتاعنا بسرعه كده. معانا شويه جرجير حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، تعال نمسك البنجر ده نقطعه ازاي. كله بيسأل البنجر لما بنيجي نسلو ما بنلاقوش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بناكله بره مع في المطاعم مع الفاست فود بتاعنا بالشكل ده كده. انا ما بحبوش بالشكل ده كده، لازم ياخد طعم، ياخد طعم الليمون، زيت الزيتون، بقدونس. حلوه، كفايه دول زي الفل. تعال نشتغلهم مع بعض سريعا كده. بنحط البنجر ده هنا كده. انا ما جبتش حاجه غريبه، البنجر انت بتعمليه لاولادك دايما، بس بالطريقه اللي انا شغال بيها ديت طبعا طريقه جديده. ده جرجير، الاولاد بيعترضوا على طعم الجرجير وهم بيحبوا البنجر، فحط لهم كده طعم في الايه، في البنجر. جرجير مفيد جدا. بلاش العروق عشان ما تبوظش اسناننا. بنخلص منها كده ونحط الجرجير ده هنا كده. شويه بقدونس عشان الطعم. ركزي معايا بس، معلقه طحينه صغيره. بس خلاص. حلو. شويه زيت زيتون. دي سلطه برضو زي ما قال الكتاب. زيت زيتون. حلو. عصير ليمون. هقلبهم مع بعض مع رشه ملح صغيره. ركزي معايا. التركيه اللي جايه بقى بروتين حيواني اللي في الزبادي بتاعي. حلو. تمام. اقلبهم مع بعض يا عم الشيف سريعا واحطهم في قلب الطبق بتاعي. يبقى انا عملت سلطه الوانها مختلفه، فيها البنجر بقيمته الغذائيه العاليه جدا، مكونات الجرجير فيها عشان ولادنا ياكلوا الجرجير ويستطعموه، مع زبادي وطحينه. ليه حطيت زبادي مع الطحينه؟ عشان اكسر طعم الطحينه في سلطه البنجر. واحطها هنا كده اهو. شفت الطبق السلطه ده تفاصيله كمان كتيره بجد، خاصه الكرنب جنبه بالوانه الطبيعيه يكمل بعض. الف هنا وشفا كمان اللي ياكل من دي. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها حب للمطبخ، فيها ازاي تعملي مطبخ باقل تكلفه ممكنه ولكن الطعم طعم تاني والشكل شكل تاني. ولادك بيحبوا ياكلوا الاكل ده بره، ده الطبيعي. فجيت النهارده على المطبخ عملت من نص كيلو لحمه، عملت شويه برجر حلوين بطعم وشكل مختلف مع البصل المكرمل بتاعنا من خير ارضنا.